الاتحاد الأوروبي السيد رالف ستراف، الإخوة أعضاء اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، الإخوة أعضاء اللجنة المركزية، معالي الإخوة الوزراء، مستشاري السيد الرئيس، الإخوة أعضاء المجلس التشريعي، الإخوة أعضاء المجلس الثوري، الأخت محافظ رام الله والبيري، الإخوة المحافظين، الإخوة قادة المؤسسة الأمنية والأجهزة السيادية، أصحاب النيافة، أصحاب السماحة، الحضور الكريم جميعا كل باسمه ولقبه. يشرفني أن أشارك اليوم إطلاق المؤتمر السنوي الثاني للخدمة المدنية، وأن أتواجد بين هذا الحشد المميز من أصحاب الخبرة والكفاءة في مجالات التنمية البشرية والحوكمة والإدارة العامة، وذلك من ديوان الموظفين العام ومن المؤسسات المحلية والدولية ذات الصلة، والذين يساهمون معنا في تطوير منظومة العمل الحكومي في بلادنا والارتقاء بالوظيفة العمومية بعيداً عن سوء الإدارة وتشتت الجهود. أحييكم جميعاً وأنقل لكم تحيات وتثمين سيادة الرئيس الأخ محمود عباس للطاقات التي تجتمع اليوم لتكريس ثقافة مؤسساتية تدعم مسيرة الإصلاح والتطوير والمأسسة وعلى أساس سيادة القانون وإنفاذه بعدل وإنصاف ومسؤولية. نطلق وإياكم هذا المؤتمر الهام، وبلادنا لا تزال ترزخ تحت احتلال إسرائيلي عسكري ظالم يستبيح المقدسات ويصادر الأرض والأملاك وينتهك كل القوانين والأعراف الدولية، ويستمر جنوده ومستوطنوه في أعمال القتل والتخريب، ويحتجز جثامين شهدائنا ويحرم حتى عائلاتهم من تشييعهم ودفنهم، ويحاصر قطاع غزة ويقطع أوصال مدينة القدس ويحاول طمس هويتها، هذا بالإضافة إلى محاولاته تقويض جهودنا في التنمية في حوالي 64% من مساحة الضفة الغربية، وهي الأراضي التي يسميها الاحتلال جيم. إن هذا العدوان الإسرائيلي المتواصل إنما يحفزنا أكثر على الثبات والبقاء، ويحتم علينا جميعاً العمل بمسؤولية وروح جماعية لانتشال مجتمعنا من اليأس وانعدام الأمل، وتجديد ثقة أبنائنا بقدرتهم على الصمود والتحدي بل مراكمة الإنجازات والنجاحات. نعم أيها الأخوات والإخوة، هذا هو السبيل الوحيد الذي به نواجه التعنت الإسرائيلي، ونحشد الدعم الدولي المناصر لقضيتنا الذي تقوده القيادة الفلسطينية وعلى رأسها سيادة الرئيس، ونضع العالم بأسره أمام مسؤولياته في توفير الحماية الدولية لشعبنا ومحاسبة إسرائيل على جرائمها كمدخل أولي لإنهاء الاحتلال الإسرائيلي وإقامة دولة فلسطين المستقلة كاملة السيادة على حدود 67 وعاصمتها القدس. السيدات والسادة الحضور الكريم، في ظل التحديات وفي وجه أعتى الصعاب، ارتكز عملنا دائماً على البناء ومراكمة الحقائق الإيجابية على الأرض، وفي عملية تطوير بنيتنا المؤسسية استندنا إلى سلسلة من الإجراءات الإصلاحية والتطويرية للنهوض بكفاءتها وقدرتها وتمكينها، وجعلها صلبة قوية قادرة على توفير عناصر المنع والصمود المؤسسي والشعبي والاستمرار في تقديم الخدمات الأساسية والضرورية. وفي هذا السياق كنا ولا نزال نعول على الدور المحوري الذي يلعبه ديوان الموظفين العام باعتباره الحاضنة الرسمية للوظيفة العامة في فلسطين، والمسؤول الأول عن رعايتها وتطوير كادرها البشري، إذ يزيد عدد موظفي الخدمة المدنية عن 90,000 موظف وموظفة، أكثر من 50% منهم يعملون في وزارة التربية والتعليم. وفي هذا السياق لا يسعني اليوم ونحن نحيي فعاليات عيد المعلم الفلسطيني إلا أن أستحضر عطاء وتفاني معلمات ومعلمي فلسطين وأسرة التربية والتعليم كافة بكافة مكوناتها، وأن نحييهم على الدور الوطني والإنساني الريادي
الذي يمارسونه لبناء جيل المستقبل القادر على الانخراط في بناء وطنه وتغيير الواقع نحو الأفضل. فإذا كان التعليم عماد النهضة الوطنية الشاملة التي ننشدها، فالمعلمين بالتأكيد هم الرافعة الأساسية لتحقيق هذه النهضة، وسنعمل بكل عزم لإعمال حقوقهم العادلة وتحسين ظروف عملهم واستنهاض قطاع التعليم وتطوير جودته ونوعيته. الأعزاء جميعاً، إننا ننظر إلى مؤتمر الخدمة المدني السنوي الثاني بكل الاهتمام، فهو محطة في تطوير منظومة الخدمة المدنية والارتقاء بقدرات العاملين فيها وتعزيز مبادئ الشفافية والنزاهة بالتعاون مع القطاعين الخاص والأهلي وبدعم ومساندة من الدول الصديقة والجهات المانحة. فالجهاز الإداري لدولتنا هو أداتنا في التطوير والتنمية والمحرك الأساس لجهود المؤسسة والبناء. لقد حقق ديوان الموظفين العام العديد من الإنجازات على صعيد إصلاح الوظيفة العمومية وتطويرها، فتحول على مدار السنوات من جهاز إداري وتنفيذي إلى جهة إشرافية ومساهم حيوي في صنع القرارات والسياسات في مجال الخدمة المدنية والتنمية البشرية. ولعل أبرز النجاحات التي سجلناها في هذا المجال هو إنجاز المسودة النهائية لتعديل قانون الخدمة المدنية، والذي يعالج الكثير من الثغرات والقصور في القانون الحالي، وتم بلورته بالشراكة مع المؤسسات الحكومية الوزارية وغير الوزارية ومؤسسات المجتمع المدني بما فيها الجامعات الفلسطينية، وبتعاون من خبراء المنظمة العربية للتنمية الإدارية والاتحاد الأوروبي. وسنعرض يا أخ موسى هذه المسودة إن شاء الله على مجلس الوزراء يوم غد الثلاثاء في خلال جلسته الأسبوعية. ولقد أجاز الديوان أيضاً مدونة السلوك وأخلاقيات الوظيفة العامة التي تشكل منظومة قيمية وأخلاقية تساهم في تعزيز الانتماء ورفع كفاءة ومستوى الإنتاج. ونستثمر في الموظفين ونسمو بأدائهم، كما نجح في إعداد جداول التشكيلات الوظيفية وتطوير نماذج تقييم الأداء وإنشاء المدرسة الوطنية للإدارة التي تعد مكوناً هاماً في تطوير الموارد البشرية في فلسطين. هذا بالإضافة إلى توسيع الشراكات والانضمام إلى شبكة من المؤسسات العالمية الرائدة، وهو اليوم بصدد إنجاز الخطة الوطنية للتدريب التي تمثل استراتيجية وطنية تعزز بالتكامل بين معاهد التدريب الحكومية وتساهم في تجنب إهدار المال العام والعشوائية في التدريب. الحضور الكريم، ونحن نشد الخطى لمواجهة التحديات التي تحيط بمشروعنا الوطني، فإننا بحاجة إلى شراكة وطنية فاعلة للاستثمار في حصيلة النجاحات التي حققها ديوان الموظفين العام للمزيد من بناء القدرات الذاتية وتعظيم الموارد الوطنية والاستثمار الأفضل للموارد البشرية والمالية المتاحة لنا. لهذا فإنني أتوجه اليوم إلى جميع الموظفين والموظفات الذين هم العنصر الأساسي والرئيسي في مسيرة التنمية والبناء، لنكرس معاً وظيفة عمومية مهنية شفافة يتم في إطارها احترام القانون وضبط الأداء وتحسين الجودة للخدمات الحكومية. اسمحوا لي في نهاية كلمتي أن أتوجه باسم السيد الرئيس والحكومة والشعب الفلسطيني بجزيل الشكر من الاتحاد الأوروبي، شريكنا الأساس في مشروع إصلاح الخدمة المدنية، على ما يقدمه من دعم مالي ومساندة فنية وتقنية للنهوض بمؤسسات دولة فلسطين وبنيتها التحتية وتطوير قدرات العاملين فيها. ولا أخفي سراً إذا ما قلت لكم، في ظل الحصار المالي المفروض على القيادة وعلى الحكومة، حصار المال المفروض علينا منذ التوقيع على محكمة الجنايات الدولية، الاتحاد الأوروبي ربما من القلائل الذي استمر بتوفير الدعم المالي لنا. الاتحاد الأوروبي والمملكة العربية السعودية والجزائر من الدول القليلة التي استمرت في تقديم الدعم.
ولكن مش راح يغير شيء هذا، خطنا هو هو يا اخ ابو معتصم ويا اخ ابو رياض، مش راح يطير. والشكر موصول لديوان الموظفين العام وعلى راسه معي الاخ موسى ابو زيد الذي نعتز به ايضا والذي نعتز بموظفيه ايضا على ما يمارسونه من عمل وطني دؤوب لتكريس الاجراءات والتدابير لترسيخ بنيه مؤسساتيه حكوميه فاعله وتشجيع الموظفين على الانجاز والمهنيه والتنافسيه وضمان سلاسه ويسر المعاملات في كافه الدوائر الحكوميه. معكم وبفضل هذه الجهود سنتمكن ان شاء الله من تحقيق النضج المؤسسي المنشود واداره السياسات والتدخلات الحكوميه وتطويعها لتتناسب بفعاليه اكبر مع احتياجات ابناء شعبنا وتتناغم مع دور القطاع الخاص ومؤسسات المجتمع المدني في بناء الوطن وتعزيز صمود ابنائه. اتمنى لهذا المؤتمر كل النجاح والتوفيق ونتطلع الى ما سيخرج عنه من توصيات. بوركت جهودكم جميعا، شكرا لكم والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.